دلوقتي بنتشرف بالاستاذ محمد البناني نائب رئيس مجلس اداره بشركه كولدويل بانكر. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا. طبعا في الاول برحب بحضرتك وبقول لحضرتك الف مبروك على يعني اشتراككم في سيسكيب 2017. كنت حابه اعرف يعني نبذه عن شركه كولدويل بانكر الاول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كولدويل بانكر طبعا شركه هي شركه في الاصل امريكي، تعتبر من اكبر شركات التسويق اللي في العالم. احنا حصلنا على اسم كولدويل بانكر او الحصول على الاسم التجاري كولدويل بانكر من حوالي سنه 2001، فاحنا بقالنا في السوق 16 سنه. هي شركه تسويق عقاري منبثق منها النهارده اربع شركات تانيين: شركه دراسات، شركه تسويق حصري، وشركه السمسره اللي هي البروكرج العاديه ريزيدنشال وكوميرشال واوكشنز، وشركه نيو هومز، وهي تعتبر المعرض العقاري الدائم. الكونسيبت بتاعها هو معرض عقاري طول السنة بيضم يعني خيرة المطورين وأكتر ناس كريديبل في السوق. وحاليا يعني النهاردة احنا بنتكلم، النهاردة احنا معنا مثلا حوالي 100 مشروع أو أكتر يمكن، وحوالي 35 مطور بنشتغل معاهم بصفة مش حصرية. احنا دورنا ان احنا مسوق، ودورنا ان احنا معرض عقاري. الكلاينت اللي بيجينا بيكون راجل محتار. النهاردة طبعا حضرتك شايفة وكده ملاحظه ان الماركت الحمد لله از جيتنج مور ماتيور، يعني بياخد مصداقيه اكتر وبينضج كل سنه عن اللي بعديها، وكميه المشاريع والمطورين اللي موجوده في السوق بقت كميه كبيره جدا، ودي بتخلق نوع من الحيره عند العميل اللي بتخليه عاوز استشاره او عاوز كونسلتنسي او ادفايزري، ودي بيلاقيها عندنا. احنا بنعرض المشاريع كلها اللي موجوده، بنعرضها على العميل وبنشوف والله حسب امكانياته وحسب طرق الدفع وحسب حاجات كتير، كل واحد بيبقى ليه حاجات معينه. احنا بنشتغل لغايه ما نوصل العميل للبيت اللي هو يناسبه او المنزل اللي يناسبه. كنا عايزين نعرف يعني كولدويل بانكر واي اوف ماركتنج ازاي بتسوق للعميل ده. اوكي. طبعا احنا يعني نعتبر يعني بحب اقول الجمله دي دايما، احنا بايونيرز في القصه دي. يعني احنا ابتدينا السوق لما كان لسه يمكن ما فيش نضج زي اللي موجود يومنا هذا، فاحنا بنعتمد على مصداقيه. يعني اقول لك اكتر حاجه يمكن احنا بنشتغل عليها هي مصداقيه الشركه. احنا شركه بقى لنا 16 سنه والحمد لله احنا بايونيرز في الشغلانه دي، عندنا مصداقيه الحمد لله نوعا ما عاليه جدا مع المطورين مع العملاء، طبعا بجانب كل الماركتنج اكتيفيتيز اللي احنا بنعملها، ودي يعني احنا يوميا بنزود حاجات فيها. اخرها مثلا احنا لسه دخلنا في شراكه مع شركه تسويق يعني مجلات ومنشورات ومطبوعات وويب سايت اسمها انفست جيت. يعني فكرنا ان احنا ننشر ثقافه الريل استيت على حق بدراسه، يعني مجله لاول مره يبقى في مجله عقاريه متخصصه بتتكلم عن السوق فعلا مش مجله كوميرشال يعني. فده برضو بيضيف الى اساليب او بنوع اساليب التسويق عندنا. هل شايف الاقبال على سيتسكيب السنه دي مختلف عن السنين اللي فاتت؟ بص هو يعني الحمد لله الواحد مبسوط، انا مبسوط شخصيا جدا، وشايف ان لا ان مصر فيها ازدهار محترم من نوعيه التطوير اللي عماله بتحصل، الواحد بيشوفها وبتزيد سنه عن سنه. واقدر اقول ان السوق النهارده بقى ماتيور، يعني السوق النهارده ناضج من ناحيه العميل ومن ناحيه المطور. العميل النهارده بقى لا فاهم ودارس وعنده اختيارات كتيره، بقى عنده يعني اوفر، يعني عنده سبلاي وعنده يقدر بيختار، وده بيتم عن طريقنا. احنا دورنا ان احنا نوصله لاحسن اختيار. طبعا احنا الكونسيبت بتاعنا معروف من زمان، احنا معرض عقاري واحنا وي تشارج ذا كلاينت زيرو كوميشن، يعني احنا بنجيب ذس سيرفيس وادفايزري للعميل وبنساعده على فعلا اختيار احسن بيت. لكن النهارده السنه دي اقدر اقول ان طبعا يعني الحمد لله الواحد مبسوط عامة بالحجم العقاري المميز جدا اللي مصر بقت فيه. النهارده ما شاء الله بقى عندنا يعني كمية مشاريع يمكن أنا شايفها مش موجودة في العالم كله، والواحد فعلا لما يقول الكلمة دي أنا الواحد بيلف وبيشوف. لا مصر النهارده فيها حجم استثمار عقاري وكونستراكشن بيحصل في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه as we speak now عادي جدا جدا جدا. فدي حاجة مطمئنة، ورغم عن كلام ممكن تسمعين إن السوق وبابل والكلام ده، احنا وي دونت بيليف ان في بابل الحمد لله. بالعكس احنا بنزود استثماراتنا، احنا بنفتح فروع جديده، احنا بنكبر الشركه، وشايفين بالعكس ان السوق داخل لسه بيبتدي اصلا على فتره ازدهار. ان شاء الله ربنا يعني يتمم على خير باذن الله. هل حاسين ان انتوا وصلتوا للتارجت او المين ايم من سيتسكيب لحد دلوقتي؟
بص احنا محظوظين دايما والحمد لله، يعني يعني الحمد لله دايما عندنا اخبار حلوه، ودايما احنا سيتيسكيب بيبقى بالنسبه لنا من احد الوسائل المهمه، واحنا نعتبر سيتيسكيب مصغر يعني، يعني ما بحبش اقول كده بس احنا الشركه عندنا الحمد لله. احنا كمان الميزه اللي عندنا ان احنا في عارضين كتير مش موجودين في المعرض او الناس مطورين معانا احنا، فدي بتدينا برضو افضليه شويه الحمد لله. لا التارجتس احنا يعني راضيين ومبسوطين وشايفين ان بالعكس، وعلى فكره الزماره دي معناها ان في ديل قفل الحمد لله. شكرا حلو علينا، مش حلو عليكم. فلا الحمد لله احنا مستبشرين خير، واحنا من ناحيه التارجتس لا الحمد لله حققناها. توفيق ان شاء الله اليومين الجايين كمان. ربنا يخليك. ثانك يو فيري ماتش. ميرسي. شكرا.